شكرا وصباح الخير لجميع زملائنا حول العالم والقادة العالم الذين يشاركون في هذا المؤتمر. شكرا. قيادتكم في هذه القضية هي بمثابة تصريح لشعوب بلادكم ولشعوب كل دولة ولا سيما الشباب بأننا مستعدون لمجابهة هذه اللحظة، ومجابهة هذه اللحظة هي أكثر من مجرد الحفاظ على كوكبنا. وبالتالي عندما يتحدث الناس عن المناخ أفكر في الوظائف، وضمن استجابتنا المناخية يكمن محرك استثنائي لخلق الوظائف جاهز للإطلاق. ولهذا السبب اقترحت استثمارا ضخما في البنية التحتية الأمريكية والابتكار الأمريكي للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يقدمها التغيير المناخي، ولا سيما أولئك الذين عادة ما يتركون في الوراء. أتحدث عن البنية التحتية لبناء تكنولوجيا نظيفة بإمكاننا أن نستخدمها اليوم وغدا. تحدثت إلى الخبراء وأرى الفرص والإمكانيات في تحقيق مستقبل أكثر ازدهارا وإنصافا. الإشارات واضحة لا يمكن التغاضي عنها، والعلم لا يمكن إنكاره. ثمن عدم التصرف يكبر أكثر وأكثر. الولايات المتحدة لن تنتظر. لقد عزمنا على التصرف ليس فقط على مستوى الحكومة الفيدرالية، ولكن أيضا المدن والولايات والشركات الكبيرة والعمال الأمريكيين في كل مجال. أرى فرصة لخلق ملايين من الوظائف النقابية للطبقة الوسطى. أرى كثير عمال يعملون في مئات الآلاف من الوظائف في حقول النفط والغاز المهجورة والتي هي بحاجة لتنظيف، وفي مناجم الفحم الذي يجب إعادة تأهيلها لوقف تسربات غازات الميثان ولحماية صحة مجتمعاتنا. أرى عمال المصانع السيارات يبنون الجيل التالي من السيارات الكهربائية، والكهربائيون يركبون 500,000 محطة شحن في جميع أنحاء البلاد. أرى المهندسين وعمال البناء يبنون محطات جديدة لالتقاط انبعاثات الكربون والهيدروجين لتوليد مصانع الفولاذ والإسمنت ولتوليد الطاقة النظيفة. أرى المزارعين الأمريكيين يستخدمون أدوات حديثة لتحويل تربة مناطقنا الزراعية إلى جبهة جديدة للابتكارات. أرى ومن خلال هذه الاستثمارات وهذا الجهد ستكون الولايات المتحدة أيضا قادرة على خفض انبعاثات الغازات الدافئة إلى النصف مع نهاية هذا العقد. هذا هو المقصد الذي نتوجه إليه كأمة، وهذا ما يمكننا تحقيقه إذا قمنا باتخاذ إجراءات لبناء اقتصاد ليس فقط أكثر ازدهارا ولكن أكثر عافية وإنصافا وأنصف لنا جميعا. هذه الخطوات سوف تضع أمريكا على مسار تحقيق اقتصاد صفر من الانبعاثات، ولكن الحقيقة هي أن أمريكا تمثل أقل من 15% من الانبعاثات على مستوى العالم، وجميعنا ولا سيما أولئك الذين يمثلون أكبر اقتصادات في العالم عليهم أن يرتقوا بأعمالهم، وأولئك الذين يتخذون إجراءات ويتصرفون ويقومون بالاستثمار بشجاعة في شعوبهم وفي مستقبل من الطاقة النظيفة سوف يكسبون الوظائف الجديدة. دعونا ندخل في هذا السباق ونربح أكثر من مستقبل مستدام والتغلب على هذه الأزمة الوجودية التي تجابهنا. ونعرف نحن مدى أهمية هذا الأمر، لأن العلماء يقولون لنا أن هذا هو عقد حاسم. لدينا 9 سنوات متبقية، وإذا ما فشلنا في تخفيض تلوث الكربون سوف نصل على الأغلب إلى نقطة اللاعودة. وبالتالي نحن نريد أيضا أن يقول العلماء أنه لا يمكننا أن نتخطى حد 1.1 درجة مئوية، وهو رقم قد يبدو أنه على أنه مجرد الآن. هناك وبصورة متزايدة نرى ما يجري، ولا يمكننا إنكاره ولا يمكننا إنكار هذا العالم.
الواقع المتسارع والشاق. لا يسعنا أن نقبل بمثل هذا المستقبل. علينا أن نتخذ إجراءات وأن نتصرف جميعا، وهذه القمة هي أول خطوة على الطريق الذي سوف نسير عليه بإذن الله سوية نحو غلاسكو في نوفمبر في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، ولوضع عالمنا على مستقبل آمن ومزدهر ومستدام، وصحة مجتمعاتنا تعتمد على ذلك، ورفاه عمالنا يعتمد على ذلك، وقوة اقتصاداتنا أيضا تعتمد على ذلك. الدول التي سوف تتخذ إجراءات حاسمة الآن ستخلق مستقبلا أفضل، وهي سوف تجني ثمار الازدهار الاقتصادي القادم. نحن هنا في هذا المؤتمر سوف نناقش كيف يمكن لكل واحد منا وكل بلد منا أن تقوم بالسير على طريق لخلق وظائف وتبني التكنولوجيات النظيفة وتخفيف أثار التغير المناخي. علينا أن نمشي ونمضي بالسرعة، وهذا ما سنقوم به بين الآن وغلاسكو سيحدث فارقا كبيرا الحيلولة دون أن يصل الاحترار العالمي إلى أكثر من 1 درجة مئوية. هذا سوف يخلق الكثير من الوظائف الجيدة هنا في أمريكا، وسيبني أساساً قوياً للنمو الاقتصادي في المستقبل، وهذا يمكن أن يكون هدفكم أيضاً. هذا هو أمر ضروري، هو ضرورة اقتصادية حافلة بكثير من الإمكانيات. الوقت قصير، ولكني أؤمن أنه يمكننا القيام بذلك، وأعرف أننا سنقوم بذلك. شكرا على مشاركتكم في هذه القمة، شكرا على الالتزامات التي قدمتموها. بارك الله فيكم جميعا، وأتطلع إلى التقدم الذي سوف نحرزه اليوم وما وراء ذلك. يجب علينا القيام بذلك، لا يوجد لدينا أي خيار.